حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللعن والسرى ويوما عبوسا تشيب فيه المواصيا. لو أن المرء لم يلبس ثيابا إلى التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولأن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. مرة أخرى من السرادة المطال المحفوظ له بإذن الله تعالى القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يشرف بها تلاوة قارئ جمهورية مصر العربية وفخر قراء اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ القارئ والمقيم بالألوبية. دعينا الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فيما هو لي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحرم الله لك؟ تبتغي مرضات تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما Bye.
فلما نبأ بسم الله الرحمن الرحيم أيها النبي يا لمن تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي يا أيها النبي تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم والله غفور رحيم الله
يا والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما.
عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا عسى ربه
وإن تظاهر Oh,
مسلمات مسلمات بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله.
الله أكبر ولي ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم فصل ربك وانحر إن شانئك هو فصل إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلاوة قرآنية مباركة وتلاها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية وفقر قراء اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ القارئ والمقيم بالألوهية. نقلناها لكم بالتوفيق من عند الله. الإذاعة الصوتية والإنارة الكهربائية والمعرض الفردي الحديث من الفراشة تطلبتك في إدارة المتوكل على الله الحاج حسن بيرو المقيم بالفرعونية. أسرة الفصيل تشكر كل من واسانا في ذاتية واجب العزاء وبهكذا تنتهي الإذاعات والسلام عليكم ورحمة الله.